السلام عليكم شباب. ليو هيرمانز دايركت ما شاء الله. هير جميل جدا ولطيفة بنفس الوقت. حلوة هذه اللطيفة بنفس الوقت. ما شاء الله. فول مرتب ململم معدن. خذ المهارة. زلمة عدل ان شاء الله تقول ديج حراتي واقف مو طير. جميل جدا من حمام الليو هيرمانز المباشر. الاب ابن الاولمبكس براور ال 517 هاي الطيره اخوان اخت النيوروسي. هاي ال 517 نفسها جده البولت من جهه الام. هاي الطيره مطبوقه على ال 21 طلع ام البولت. يعني بيفة طبقة لطيفة ومن جوا البرنس. هاي يصير أخت أبو البولت 108 سوستر فان 108 فذر فان بولت. يعني ما شاء الله هذا الطير طبقته من جهة الأم ومن جهة الأب ترجع للبولت. يعني أجداد البولت نفسهم أجداد هذا الطير من جهة الأب ال 517 اللي هي جاية بالبولت أم الأم، ومن جهة الأم 70 اللي هو جاي بالبولت جد من جهة الأم. 70 على 27 ذني زوج الأرحام اللي هن جايات بشهادة البولت من فوق. أمهات 108 أمهات أبوه بالبولت. إحنا جايات أمهات أمه 855 وعلى 855 أخوان جت للعراق على 2013 ومباعت بمزادنا. مباعت الأخونا سلام البهادي يمكن 45 أو 50 ورقة مباعت هاي الطيرة. اتذكر والله ما اتذكر سعرها بالضبط بس انباعت غالي. هاي الطيره اللي فحصها الليو هيرمانز وقال من الطيور الاسبيشال اللي عندي، وطيره منتجه فول ال 855 وموجوده الطيره بالمجله. وما اريد اطول عليكم بالشرح، هواي حكينا هواي. شكرا.